السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مولاي أصدقائي وأهلا ومرحبا بكم مع عودة جميلة لتصميم مشاريعنا الاحترافية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. هذا البرنامج الجميل والمتميز وبوابة الإبداع لأي حد ممكن يعتمد عليه لإنجاز معظم أعماله ومشاريعه، وحتى أنه يحقق لك فرص عمل ممكن ما تتصوره ولا تتخيله. على العموم، لمن يرغب بترقيه مهاراته في هذا البرنامج الجميل واغتنام الملفات الضخمه والقوالب الضخمه المرفقه مع الدبلوم المرشح لكم، راح اترك لكم رابط في صندوق الوصف مع خصم 60% على قيمه هذا الدبلوم، لتستفادوا من كل شيء موجود من مزايا وهدايا مع هذا الدبلوم. في لقائنا اليوم يا اصدقائي، في عنا فكره مشروع جميله جدا، بالاخص للاصدقاء والزملاء والاحباب يلي بيحبوا بيعرضوا منتجاتهم بطريقه معينه، سواء كان بروفايل او اي شيء. لكن احنا كلامنا اليوم عن منتج، سواء كانت سياره نستعرض مواصفاتها، او كمبيوتر نستعرض مواصفاته، او هاتف، ايباد، تابلت، اي منتج حبيت انك تعمل مثل بريفيو عن هذا المنتج، لكن بشكل تفاعلي وشكل جميل كما هو موضح امامكم على الشاشه. فاذا حابين نتعلم تركيات هذا التاثير الجميل باستخدام المورف وارتباطات تشعبيه، فتكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركه لهذا الفيديو. وايضا اذا كنت ضيف جديد على قناه عالمكم ومنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك فورا وفعل مفتاح الجرس ليصلك من احمد صالح كل جديد. ويلا مباشره لحتى نبدا بلقائنا الجميل والعطر مع حضراتكم لهذا اليوم. اهلا بكم يا اصدقائي مره ثانيه في درسنا الجميل والجديد والمستجد مع نوع من انواع التاثيرات اللي سبق واستخدمناها، لكن بنكهه عصريه وتطلع لواجهه جديده من واجهات التفاعليه في برنامج باوربوينت. فنبدا على بركه الله. بدايه من خلال ادراج شريحه فارغه، نقوم بادراج صور من هذا الجهاز، بنحدد صوره معينه ثم نقوم بادراج الصوره، ومن قائمة تنسيق الصورة ومن قص بنختار قص بملائمة نسبة العرض إلى ارتفاع 3:5 مشان تكون معي الصورة طولية، وبنحدد مكان لمكان قطع الصورة، ننقل بأي مكان للقطع وبنسحب الصورة إلى المكان المناسب. بننقل باليمين نتوجه إلى تنسيق الخلفية وبنختار لون أسود للخلفية. بناخذ معنا الآن اللوجو، وعندنا مفتاح المنيو، وعندي أيقونة الماوس، بنحدد وبنختار كنترول زائد V. بناخذ معنا العنوان والسلوغان الخاص بالعنوان، بنضعهم بمكان إلى الشريحة، مكان محدد. نتوجه إلى أدراج، ومن أشكال نقوم برسم قطعة مستقيمة. ومن إدراج أشكال نختار عندي هذا السهم، نقوم ببعض التنسيقات لحتى نحصل على النموذج اللي احنا محتاجينه. ومن إدراج صور من هذا الجهاز، محضرين صور لماركة من ماركات اللابتوبات، هو الأسوس ذو الشاشتين. رح نبدأ برصف الصور بمواضع لازم نعتمد عليها
وبتحرك جميل أثناء استخدام تحويل مورف أو تحول التدريجي. نقل للخلفية مشان تكون خلف المستطيل اللي تم رسمه في حال كنا رح ناخذ صور يمين ويسار. منقص الأجزاء المتبقية من الصورة وبنحصل على هذه التجربة الجميلة. بنفس الطريقة منطبق التأثير نفسه على كافة الصور. نعمل تكرار للشريحة، نحدد كل الصور ونسحب للأعلى لحتى نغير الصورة بالشريحة يكون معنا بهذا الشكل. بننزل الصورة العلوية شوي مشان تأثير الحركة باستخدام مورف، رح نشوف الأشياء المثيرة حقا والجميلة. رح نوسع شوي بهذا المكان وبنعمل روتيت أو استدارة للسهم، وبنضع السلوغان اللي هو عبارة عن الوصف الخاص بالشاشات، نضعه بمكان مناسب. نرجع نعمل تكرار مرة تانية لهذه الشريحة ومنكرر نفس الخطوات اللي اشتغلناها لكل الشرائح. نرجع للشريحة رقم 1 ونبدأ بوضع الارتباطات التشعبية. نختار مكان في هذا المستند وعودة إلى الشريحة الرئيسية، المثلث، نختار انتقال للشريحة رقم 2 ومن ثم انتقال للشريحة رقم 3 بالترتيب لكل الشرائح. وبعد ما انتهينا نتوجه إلى قائمة انتقالات وبنختار تحويل تدريجي أو تحويل مورف. نختار المدة الزمنية والتطبيق على الكل، ومن عرض الشرائح ومن إعداد عرض الشرائح بنختار مستعرض دون مراقبة من الشاشة بحيث ما يتح لي إمكانية النقر والانتقال بأي مكان إلا من خلال الأسهم، ورح تكون نتيجة مبهرة مثل ما نشايفين يا أصدقائي. لحتى تحصلوا على هذا المشروع رح يكون متاح لحضراتكم بوصف هذا الفيديو، ينقلكم الرابط إلى متجر عالمكم اللي رح تشوفوا من خلاله العديد من مئات أفكار المشاريع والإنفوغراف بشتى أشكاله وأنواعه. دمتم برعاية الله، محبتي لكم لا تنقطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.